لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الجزيرة، نت وباء كورونا، 1000 قتيل و42,000 مصاب، والصين تقيل مسؤولين تحت وطأة الانتقادات. في كتابات، الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من تظاهرات حاشدة في العراق. في العربي الجديد، العراق علاوي يهدد بالاعتذار عن التكليف بعد محاصرته. في القدس العربي، اشتباك بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين وسط بيروت. في صحيفة الزمان، تخلي علاوي عن التكليف وارد بسبب الضغوط والتهديدات. في موقع عربي 21، المعارضة تنفذ عملية مباغتة ضد قوات الأسد داخل سراقب. وفي الشرق الأوسط، ترامب حان الوقت لمفاوضات تجارية جدية مع الأوروبيين. السلام عليكم. ربما هو الأكثر تقلبا في المشهد العراقي، وربما هو الأقوى في الشارع وليس في أروقة السياسة، لكنه يقينا الأكثر معاناة من أمية الوعي السياسي، تجرجره المواقف والمصالح الإقليمية والدولية يمينا وشمالا، بينما تبقى مصالح الأمة والوطن أبعد ما تكون في فعله على أرض الواقع. إنه مقتدى الصدر وتياره الصدري، مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي. شمل القتل محتجين في بغداد والنجف وكربلاء ومحافظات أخرى، فأعادت إلى الأذهان هذه الحادثة تلك الجرائم البشعة التي ارتكبتها عناصر التيار تحت مسمى جيش المهدي في العشرية الأولى في ظل الحكم الحالي، حيث كان الغوغاء من هذا الفصيل المسلح يمارسون القتل على الهوية في الشوارع والمدن بحرية تامة. لقد غاب عن وعي الصدر أن القدسية التي ورثها عن عائلته لا يعرفها الكثير ممن هم في ساحات التظاهر، أو ليس ذات أهمية بالنسبة لهم على الأقل، فهم ولدوا بعد عام 2003 في ظل العملية السياسية الحالية، وأن تكوينهم السياسي في ظل أزمات كبرى كالظلم والفساد وسلب الوطن ونهب ثرواته والطائفية السياسية، كلها بثت فيهم رداً راديكالياً واعياً انتقل بهم من حالة التأثر بقدسية الأشخاص والرموز إلى التضحية من أجل قدسية الوطن وليس غيره، ما فتح نافذة كبرى من الوعي أمامهم كي ينظروا إلى حاضرهم ومستقبلهم وليس إلى ماضي الشخصيات السياسية الحالية والرموز الدينية. هذه هي النقطة الفاعلة التي دفعت المتظاهرين إلى رفض إملاءات الصدر عليهم ومحاولاته فرض صيغة احتجاج رفع وخفض منسوبها مرتبط بما تمليه عليه المراجع الدينية التي يقلدها في إيران، والمراجع السياسية التي تطلب منه موقفا سياسيا يتناغم مع مصالحها الموجودة في طهران أو بحساباته الشخصية، وهذه كلها تتقاطع مع الحسابات والمصالح الوطنية. حاول مقتدى الصدر تحويل بوصلة الاحتجاج من موقعها ضد السلطة الفاسدة إلى خدمة الأجندة الإيرانية في الصراع الدائر مع واشنطن، فما كان رد المتظاهرين إلا إفشال ادعاءات الرجل بأنه قائد جماهيري، بل تبيان كيف أنه يتلاعب بالمفاهيم الوطنية ومستقبل العراق، وكل ذلك ستكون نتيجته إن عاجلا أو آجلا انفضاض الكثير من جماهيره عنه. لا يزال الصدر يتوهم لأن تزكيته هي التي تحسم منصب رئاسة الحكومة، وهو يناور حاليا بين دعم ورفض ترشيح علاوي الذي تجد فيه الطبقة السياسية الموالية لإيران طوق النجاة الأخير من أزمتها القاتلة، مقال للكاتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية. غياب قاسم سليماني أربك البرامج الإيرانية في العراق،
وأشعلت تكهنات بشأن البديل الذي سيتسلم إدارة النفوذ الإيراني في العراق. ويجري الحديث عن شخصيات مثل حسن نصر الله ومقتدى الصدر الذي ارتبكت أوراقه كثيراً. وفي كل الأحوال يبقى الدور هامشياً، لأن القرارات الكبرى تبقى بيد خامنئي الذي أعلن تصديه المطلق لانتفاضة العراق منذ اللحظات الأولى لانطلاقتها في أكتوبر الماضي، والتي اعتبرها أعمال شغب تديرها أمريكا وإسرائيل ودول المنطقة، وهو لا ينقصه المنفذون المطيعون مثل علي أكبر ولايتي الذي يعد من أهم المعبرين عن سياساته الخارجية. ولايتي قدم شهادة قاتلة لمحمد علاوي حين وصفه قبل يومين بأنه الرجل المحارب والشخص البارز نظيف اليد والمؤمن وسينال الثقة قريبا، وهو يقصد هنا بالمؤمن أنه الملتزم بفروض الطاعة لولي الفقيه. يعتقد ولايتي أن هذه الإشادة ستهيئ الأرضية السياسية لعلاوي وللقوى السياسية العراقية داخل البرلمان لتمرير ترشيحه. لا جدوى من محاولات محمد توفيق علاوي إثبات عدم تبنيه لسياسة النظام الإيراني في العراق في بحثه المستميت للتقرب من رغبات المنتفضين، وهو الذي ابتعد خلال بياناته عن ذكر إيران ونفوذها في العراق، ذلك لأن المنظومة السياسية الشيعية سائرون والفتح التي رشحته لم تقدم على خطوة التزكية هذه قبل حصولها على مباركة طهران. حاملاً على ظهره الإنجاز الذي حصل عليه من توأمه الرئيس الأمريكي المسمى صفقة القرن، يصول نتنياهو ويجول بحثاً عن مزيد من الدعم والإنجازات الوهمية استفادة مما تبقى له من وقت لإنقاذ مستقبله السياسي المهدد فعلياً، سواء بالنتائج المرتقبة للانتخابات أو بالملاحقات القضائية. حول الوضع في الأراضي المحتلة بعد إعلان الصفقة، كتب طلال عوكل في صحيفة الأيام الفلسطينية: نتنياهو يخوض حملته الانتخابية مبكرا، ومستغلا استمرار وجوده على رأس حكومة عرجاء بدون أن يلتفت إلى ما يدور حوله في المنطقة والعالم، حيث ينجح الفلسطينيون في إغلاق الدوائر العربية والإقليمية والأفريقية والدولية في وجه الصفقة التي يحتفل بإنجازها. الطريق أمام الفلسطينيين لا يزال مفتوحا على اتساعه لمحاصرة تلك الصفقة وأصحابها الذين يتعاملون بخفة شديدة مع ما يمكن أن ينجم عن تطبيق تلك الصفقة على مستقبل إسرائيل عمرها ووجودها. نعلم أن غطرسة القوة الإسرائيلية المدعومة بغطرسة القوة الأمريكية يمكن أن تدفع الأحداث نحو الهاوية بدون إبداء أي اهتمام بقيمة ودور المجتمع الدولي، لكنهما تكرران تجربة النظام العنصري في جنوب أفريقيا الذي سقط تحت وطأة العزلة والاستخفاف بمواقف وأدوار الآخرين. كانت تجتاحه رغبة جامحة في أن يبدأ باتخاذ وفرض إجراءات تطبيق القانون الإسرائيلي على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات قبل الانتخابات، لكن نتنياهو اضطر بسبب التدخل الأمريكي لتأجيل ذلك، وإلا لكان أقام احتفالاً عرم رمياً حتى لو أدى إلى اضطراب كبير في الضفة الفلسطينية وفي كل أنحاء الوطن الفلسطيني. لقد جرب الإسرائيليون مؤشرات على ردود الفعل الفلسطينية على تلك الصفقة خلال ما يعرف بأسبوع الغضب، حيث سقط 6 شهداء فلسطينيين قاموا بعمليات طعن أو دهس أو إطلاق نار، هذا بالإضافة إلى إصابات أخرى نتيجة المواجهات التي وقعت على مفترقات الطرق في معظم المدن والقرى في الضفة. فلسطين ليست للبيع، عنوان مقال الكاتب محمد المالكي نشره موقع عربي 21. سيكون الجواب وبدون تردد أن مصير الخطة سيكون سلة المهملات لسبب طبيعي وغير قابل للاختلاف.
هو أن القضية الفلسطينية قضية حقوق تاريخية أولاً وأخيراً، وأن الحقوق غير قابلة للتخلي أو التفويت أو الإكراه من أجل التخلي عنها، ثم أن فلسطين ذاكرة جماعية وهوية مشتركة ووجدان راسخ في قلوب الفلسطينيين فرداً فرداً، يعبرون عن وطنهم بالأهازيج واللباس والمأكل والمشرب، ويرسمون أدق تفاصيله في الشجر والحجر، ويحملونه أينما حلوا وارتحلوا، حتى في أقصى مواطن اغترابهم تبقى قلوبهم منشدة إلى فلسطين، وأعناقهم مشرائبة إلى تفاصيل حياة بلداتهم وقراهم. ولعلي أستحضر حقيقة فقط هي أن الفلسطينيين من غير كل شعوب العالم ما زالوا يحتفظون بمفاتيح منازلهم على أمل العودة إليها من جديد. هذه هي حقيقة فلسطين في التاريخ والذاكرة، فلسطين العصية على البيع والشراء. تحتاج فلسطين في المقابل إلى يقظة الوعي العربي والإسلامي كي توقف هذه الخطة ويتم إفراغها من مضمونها وإلحاق الفشل بها أسوة بسابقاتها. فالصورة التي عليها حال العرب والمسلمين مقلقة من زاوية الوهن الذي دب في وجودهم، وحضورهم في الفعل الدولي شاحب وغير مشجع. لا يوجد موضوع اليوم في النقاشات السياسية والندوات والمؤتمرات وجلسات العصف الفكري التي تنشط بها مراكز الدراسات والتفكير والصالونات السياسية المتعددة في عمان إلا موضوع صفقة القرن، وأيضا التأثير على الأردن وفلسطين والخيارات المتاحة أمام صانع القرار الأردني والفلسطيني أمامه. حول هذا الموضوع كتب محمد أبو رمان في صحيفة العربي الجديد. الأحاديث في عمان ساخنة جداً، لأن الصفقة المزعومة تمس الأمن الوطني الأردني بأبعاده المختلفة، سواء على صعيد الهوية الوطنية الأردنية والمعادلة السكانية الحساسة، أم على صعيد الهوية الفلسطينية والعلاقة الأردنية الفلسطينية بشقها الإقليمي، مخاوف الوطن البديل والدور التاريخي والسياسي للهاشميين. ثمة أكثر من تيار وسط النخب الأردنية، وهنالك درجة من التوافق الكبير على أن المعركة الحقيقية مع الإدارة الأمريكية ستتمثل غداة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما إذا بقي الرئيس الحالي دونالد ترامب وأصر على تمرير الصفقة واصطدمت الأجندة الأردنية بالأمريكية، أو في حال حدثت مفاجأة كبيرة وخسر الانتخابات، وحينها يرجح كثيرون تراجع زخم الوثيقة الأمريكية التي لا تحظى بإجماع المؤسسات الأمريكية، وسيتخلص الأردن من كابوس مزعج. من الواضح أن تبعات صفقة القرن بدأت تفرض نفسها بقوة كبيرة على تفكير صانع القرار والنخب السياسية، وتحتل النقاش الوطني العام، وهي بالضرورة تحمل في طياتها إعادة تفكير تتجاوز الأطر التقليدية، وتنبئ بأن الأردن بات على مفترق طرق جديد وتحدي كبير. قبل أكثر من عام لم يتوقف المتابعون والسياسيون العرب طويلا أمام ما كشفته صحيفة يدعوت أحرونوت عن أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة فيما تسمى صفقة القرن تشمل نقل 10% من أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة الخليل للسيادة الصهيونية من دون تبادل أراض. داود الفرحان يكتب في صحيفة الشرق الأوسط عن صفقة القرن. يريدونها دولة كرتونية اسمها فلسطين على الورق فقط، لها علم مثل أي نادي رياضي، بلا جيش ولا سلاح ولا عملة نقدية ولا سيادة ولا حتى مطار دولي، دولة كأنها مركبة فضائية في أفلام حرب النجوم، لها موقع ولكن دون خريطة، وعليك أن تبحث عنها عبر الموجات الصوتية أو أشعة إكس، شيء من دول المستقبل الخرافية أو أساطير الماضي الهلامية. لا تصدق أن استعراض العضلات الأمريكية توقف بانتهاء ولايات جورج بوش الأب والابن، وبيل كلينتون وباراك أوباما،
نحن أمام استعراض لا يتوقف ضد العرب، تارة ضد عراق صدام حسين، وتارة ضد ليبيا القذافي، وتارة ضد سوريا بشار الأسد، وتارة ضد فلسطين محمود عباس. وهي استعراضات قوة ولم تكن أبداً استعراضات مبادئ. إن التطور الطبيعي للاستعمار بشكله الإمبريالي العتيق الباحث عن النفط ومناجم الذهب وطريق الحرير لم يعد ترامب يراهن على تنازلات مؤلمة متبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق حل الدولتين. إنه يراهن الآن على الحل الإسرائيلي اليهودي فقط بحكم خبرته المعروفة في عالم المراهنات الغامضة. يعني لحسن الحظ حتى الآن الموقف العربي شبه موحد ضد صفقة القرن، ولحسن الحظ أيضاً الموقف الفلسطيني الداخلي تململ قليلاً في اتجاه المصالحة. نشرت دراسة علمية لفريق من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وجامعة كاليفورنيا، سلطت الضوء هذه الدراسة على تأثير موجات الحرارة البحرية على النظام البيئي. الدراسة كشفت عن أن التحولات في النظام البيئي البحري أدت إلى تغير في سلوك تغذية الحيتان، ما ساعد على وقوع أعداد منها في شباك الصيادين، وهو ما يفاقم مشكلة الصيد الجائر، وهي واحدة من المشكلات البيئية التي تتعرض لها الثروة السمكية والأحياء البحرية. وبالإضافة إلى تأثيرات أخرى على النظام البيئي البحري مثل التأثير على المرجان وعشب البحر، وكذلك بيضاض الشعاب المرجانية التي تعتبر أولى الإشارات التي عرفت للتغيرات الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة المحيطات. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.